آخر مرة؟ عندك أخوة حنان أنت؟ حنانين أربع بنات كلنا خمسة أنا بنات بس؟ والله أنت صغيرة حنان؟ يلا سمينا أصغر بنت مين؟ صغار يعني مين أصغر بنت؟ أبرار عمرها سنة ونص هلا سنة ونص؟ اسم الله حياتي اشتقت لها كثير يعني في بقى أف أنت شو عمرك حنان أنت؟ 21 أنت الكبيرة في قوتك؟ وراك مين في؟ 19 وئام دعاء عمرها هلا عمرها 12 سنة غفران هلا عمرها 7 سنين أبرار عمرها مين أجمل وحدة؟ أربع بنات أربع غيرك سؤال خطير أربعة غيري أنا خمسة سؤال خطير مين أجمل وحدة؟ كلنا حلوين أنا حلوة عارفة حالي لا عن جد صغيرة أكيد إخواتها حلوين أكيد إخواتها الصغار حلوين بس عن جد مين بتتصور إنه راح يكون غاية في الجمال من إخواتك اللي وراك؟ كلهم ما شاء الله ما شفتهم أنت ما صح؟ اللي تصور شخصين حلوين شو بيجيبوا؟ أكيد بيجيبوا الحلا ما بيجيبوا مثلاً ما بيجيبوا ولاد حلوين بيجيبوا الحلا ده في مسيو عندي صورة أختي الصغيرة أبرار؟ إيه هلا بجيب لك كده؟ كبيرة ولا صغيرة هاد ما لأ؟ صغنانة أختي صغنانة اثنان واثنان ونكزة بركة الله كتير أو اثنين شوف عيونها يمنونا العيون شوف خز العين إيه أنا شو مهضومة؟ شعر طايرك بالهواء بالريح شو هالصورة؟ هاي أختي ويام أتكينا صغار وزوجك هي أنت بالغلاف؟ كيف فجأة صرتي هيك؟ كيف فجأة صرتي هيك؟ يعني أبيض من اللازم لا أنه مبين هيك بس شمس شمس هذه حلو أقولهم أنت ما في إخواتك بس ما بتشبهي أبرار أزل هيا وين ما بشبهها ها ما بشبه لأختي